لينا صوايا. تنزيل يعني استوحيناها من اللوك تبعك الليلي. مظبوط ظابطه معكم كثير. بوبي كريستينا صوايا، انت ملكه جمال لبنان محليا لسنه 2001-2002 ودوليا لل 2002. صح. مقدمه برامج، سيده اعمال وممثله. سنه 2003 تزوجتي من مقدم البرامج الزميل توني بارود ورزقت بولدين ديا ماريا وانجيلو، وانت معنا الليله باول اطلاله الي بعد انفصالكم عن بعض اواخر 2014 وبعد قرارك دخول عالم الغناء. هلا انت مقرره مع انه هن ما خصهم ببعض. لا 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 ما لهم دخله ابدا، بس عم بقول انه اخر خبريتين صاروا مع كريستينا صوايا، مش ضروري يكونوا هن هدول اذا بدك التترات يعني العناوين الكبيره. هو الاكتواليتي الاكتواليتي. مزبوط هيك هيك يعني كانوا بهيدول بهيدي السنه ومشوا مدوا على 2015. كريستينا اليوم اغنيتك الاولى اللي بدنا نحكي عنها الليله انا دايبي افصلت النور، وهي من كلمات يوسف سليمان والحان هيثم زياد. بس بصراحه طالعه انت اللي بتدوبي بهالكليب يعني مش دايبه انا شايفتك ابدا. كريستينا خلينا نشوف سوا انا دايبه ونرجع نحكي عنها اكثر وهيك بناخذ راي نعيم فيها. ضروري نعيم لهلا كثير قاعد عاقل. ايه بعدني لهلا لانه انا جديد بالبرنامج يعني بدي يعني شي 17 حلقه تفوت شوي. 17 حلقه انت نحن اللي بدنا 17 حلقه مش والله انا شايفته مقلع من الاول وما تشجعي كثير هلا بيجيك الدور. ما بدي نضلنا شوي باكليبر انا وصديقتي. ما بده يغطي علي لانه انا قلت له من الاول اذا بتغطي علي نعيم انا بترك البرنامج. طب غطي علي انا بلاير باسم. كريستينا بعد ما حكيت شيء علق على هلا الليكي. انا ضد يلي عم بيقولوه بعض النقاد انه عم بيقولوا انه خليكي بمجال الجمال لا ما صدقنا عم بخترع يعني بالعكس لما شفت هلا كليب وتعمقت يعني بالشوي هيك حسيت في ثمره شو بيقولوا نواه نويو لفنانه اسمها الله رح تكون شفتيها يعني اليوم كسر وتطحبش يعني عرفت تطحبش ولا تقبش لا تطحبش يعني بتكسر كل شيء يعني حتى فوزي بولوزم راح يقدر يوقفوا لا اكيد راح تحبشوا هيدي فرصه ليكم بفرح عم بتقولها بفرح سوري هي فرصه يعني راح تحبشوا بفرح. شوفي تود كتب الفن الاصيل باللبس القصير شو بدي لبس القصير؟ هلقد شافني لبسه قصير وين في لبسه قصير؟ يعني قصدي بالكليب. ايه بالكليب لا بالكليب منه كثير قصير الفستان هلا طبعا هو تشارلستون وخرج الرقصه يعني. هلا هو طبعا لانه انا شوي يعني خزلعين شوي زياده عن اللزوم طويله ايه شوي ايه فكرمال هيك بتحسي انه في مدى قديه اكيد سائلين كثير بس قديش هلا المشاهدين يعرفوا على الظبط اسم الله طولك؟ طولي 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 بيرسونلي يعني من دون كعب 81 سنتيمتر بسم الله. بتقدر تعملي دونك دغري انت وواقفه على من دون ما تقبي كثير في اذا بدك احملك واعمل دونك فيك اذا شرقط ايوه شرقط على هالكليب بتصور قبل انفصال قبل ما انشرقت قبل ما انشرقت على الاخير. يا ترى توني حبه ولا شرقت بس شافه؟ صراحه اول شخص بس كنا تقريبا عم نخلص مونتاج حضرته الكليب لانه بهمني رايه فكتير حب هيدا الشيء كتير فرحني. بس الصحافه كتبت غير شيء قالت انه توني وقتها ما كان راضي الزعل و
ما حب يقول هالشيء. ليه سألوه هن؟ قال سألوه بتصريح وهيك جاوب؟ ولا صراحة أنا سئلت وجاوبت كثير أشياء أكثر بكثير من توني، توني لحديت هلا التزم الصمت التام، التزم الصمت التام وما عطى ولا أي كلمة لحدا. لكن عجبه الكليب ولقيه بروفيشنال. لو ما عجبه أنا أول شخص ديريكت حيقول لي إياها بوجهي إنه ما عجبني أو مثلا انتبهي على هيدي الشغلة أو هيك. لا الكليب بالعكس كانت ردة فعل تبعه كثير إيجابية وكثير حاب، وقال لي إنه كلاسي هيدي الكلمة أنا بهمني إنه أسمعها ومدروس يعني يعني فنيا مدروس. كريستينا نفيتي أكثر من مرة بالسنوات الماضية خبر طلاقك لحد ما صار اليوم واقع، شو سبب هالانفصال اللي بتقولي إنه تم بالتوافق مع توني؟ هلأ بوقتها وقتها كنت عم بنفي كان مزبوط النفي لأنه ما كان أصلاً بوارد هيدا الموضوع، كنا كتير عم نشتغل بوقتها على العلاقة لأنه هي بتعرف الشغلة ما بتصير بين ليلة وضحاها، الموضوع دايماً بياخد وقته، بيكون في تراكمات، بيكون في عدة أشياء، بيكون في محاولات وفي تراكمات أكيد يعني، وهيدي أمور شخصية بتكون بين امرأة أو رجل اللي هو ما حدا بيقدر يعرفها، ما حدا بيقدر يتدخل فيها أصلاً، لأنه اللي بيتدخل بينزع الطبخة زيادة ما أنه يزبطها أو يصلحها. يعني بالآخر وقت إشاعات وأكاذيب. نعم طلع كثير إشاعات وأكاذيب. نحن أصلا للحقيقة من أول شهرين كان صار لنا مجوزين كانت بلشت عم تطلع خبرية إنه نحن عم ننفصل، ما بعرف ليه هيئتهم ولاد الحلال كانوا كثير ما حابين إنه يشوفونا سوا، طرقوكم عين من أول من أول دغري من أول دخوله أكلنا عين شمعة طوله حتى وصلنا بعد تقريبا 11 سنة وما عدنا قدرنا كفينا، بس على القليلة أنا بقول صحيح ما كفينا بس عشنا فترة كثير حلوة سوا، عنا أحلى نعمة أحلى نعمتين ديا ماريا وأنجلو. الله يخليكم. والشي الحلو ميرسي خلي لك عائلتك، والشي الحلو انه انفصالنا كان كثير بتفاهم وكثير باحترام، وهيدا شغله حلوه انا اكيد ما بتمنى حدا يمرق بهالتجربه، بس بحال صارت بس بالطريقه مضطر انه يمرق بهالموضوع يكون باسلوب هيك راقي وحلو ومرتب. كريستينا بتصريح سابق قلت الحب امر اساسي بالحياه ودافع للاستمرار، بس على الرجل والمراه انه يبذلوا جهد متساوي للحفاظ عليه ولنموه. صح يعني على مين كانت اصعب؟ طيب على اثنيناتنا صعبه، ما في على شخص واحد. بالأخص أنا علي كانت أصعب ما بعد، لأنه نحن بمجتمع شرقي دايماً دايماً للأسف الإمرأة بتتحمل كل يعني كل الرشق، كل الحجار والرشقات تنكب على المرأة، لأنه نحن بمجتمع ذكوري وبمجتمع دايماً بيطلع على المرأة بطريقة ما بعرف ليش بطريقة غلط أو كأنه هي عاملة ما بعرف دائما اصابع الاتهام يعني، يعني كانه هي المجرمه دائما اصابع الاتهام، مع انه بالعلاقه ما في حق على شخص واحد. صح يعني هي الحق بيوقع على الطرفين، لانه بالنتيجه بيكون شخص عم بيحاول ويمكن تاني عم بيحاول وبالاخر بيفشلوا بمحاولاتهم بيوصلوا لمرحله. انا كريستينا اوقات بفكر بمثل دائما بيصير، اذا مثلا رجال ترك زوجته وتزوج وحده تانية حب وتزوج، بالمجتمع بيقول او حق على مرته ما كانت عم تهتم فيه او حق على هديك اخذته من مرته. صح بس هو بكل هالمعادله هو حرام الضحيه، دائما الرجل بيطلع ضحية أو بيطلع البطل. يعني إيه يعني دايما يا مرته حق عليها 100 مرة نحن نصحينا ما تعمل هيك. أنا مش هدفي بالنتيجة إنه يحطوا الحق على حدا، لا أكيد لأنه مش الهدف، لا لأنه تأكيدا على إنه دايما الحكي بيكون على المرأة، بس ليش دايما الهجوم بيكون على المرأة ودايما بيعملوها هي اللي تركت وهي الفلت وهي اللي تركت أولاد؟ على كل حال كريستينا ما بدنا اياكي تتاثري، نحن من قبل ما تجي مشارطين على هيدا الموضوع، بس بما انه الآبا بيقولوا انه دائما بكل العلاقات في حدا بيكون بيبقى على الطاوله وفي حدا بيترك الطاوله وبفل وبيقولوا the winner takes it all، بقى لانه عم نحكي عن الطلاق بس رح نسمع هالغنيه وما بدنا نبكي ابدا ابدا ابدا. The winner takes it all. بس وقفوا شوي بليز.
انه يا ريت العالم تشعر اكثر انه هالسليبرتي هن كمان اشخاص يعني، وعندهم مشاعرهم وعندهم انسان يعني، عندهم مشاعرهم وعندهم عواطفهم يعني، وتحترم هالمشاعر حتى ما تخدشهم ولا تجرحهم. مش بس لانه بالنهايه بيجيبوا لنا الفرح هن. مظبوط. والاشخاص اللي برا عم تحكم منا عايشه معك جوا، منا عارفه انت بشو قاطعه، ما بتعرف شو في ببيتك، فبصيروا هيك يخلقوا اسباب من عندهم او يطلقوا احكام من عندهم. فانا برجع بقول وبتمنى انه ما حدا يقطع بهيك تجربه، ويا ريت انه نبطل بقى نحكم على بعض، لان عن جد ما حدا بيعرف عند الثاني شو في. عن جد يعني هيدا مثل وكثير مزبوط، بس نحن بنعرف في فيديو بنعرف شو في جوا وبدنا نحضره نحن وياكي، مع انه انت اكيد حاضرتي. تقريبا يمكن حضرت. اوكي بلاير باسم. اوكي طالعين على حريصه درب السما، ان شاء الله كل واحد منكم بيلاقي طريقه للسما. بنصلي لاهلنا واصحابنا وللبنان. لمين كمان انجلو؟ ليسوع ومريم ودودو. للرب. الله يحميكم يا بارود، خلي الله يحمي كل الناس يلي بالاوبيتال، يلي الفقراء، يلي ان شاء الله ما يعملوا اكسيدان ولا شيء خطر. لا أوكي. انا إيه؟ انا بدي اقول إيه؟ قول انت، قول انت اللي بدك اياه. شو بدك تقول؟ رجعي اذا بقول هلا قول شو بدك. طيب رح نعيد رح. اوكي انت شو بدولي؟ ايه انت شو كان بدك تقول حبيبي؟ لمين انت؟ للاوبيتال. للاوبيتال. اوكي ان شاء الله كلهم بالاوبيتال يصحوا. ايه ايه اوكي حياتي ما تبكي، يلا منكمل عند العذراء. لا رجعي يلا هلا بعيدة. يعني معقول اخذتهم كلهم ما تركت له شيء؟ قلبي هذا حساس مثل امه على فكره. قالتهم كلهم، انا كان بدي اقول للاوبيتال ايه وما خلت له شيء يقوله، فاعترض على الموضوع. بس برافو انه اعترض. عم يطالب بحقه ايه. لا دغري يعني بيعبر، هذا اهم ايه. شيء. بس هالفيديو هالقد اخذ شكسي انه اجاه 900,000 فيوز لهلا على الفيسبوك. كثير كثير اخذ انتشار فظيع، ومين ما حضره هلا هن اثنيناتهم فظيعين يعني، انديا ماريا او انجلو حبيبتي. بس تاثروا كثير بانجلو لانه مثل ما قلت انه عم بيعبر. من بوسهم بوسات كثير كبيره. انا مش بس ببوس، انا ببوس وبغمر كيف بتقبلوا؟ كيف بتقبلوا اليوم خبر انفصالكم؟ وكيف اوقاتهم عم تتوزع بينك وبين هلا نحن طبعا حضرناهم قبل بطبيعه الحال، قبل ما اي حدا يعرف. نحن صار لها زمان القصة مش جديدة، هي نعرف فيها ليتلي آخر 3-4 شهور. بس تقريبا صار لنا من حزيران الماضي يعني، من بعد المدرسة نطرنا ليخلصوا المدرسة ونطمن بالنا على كل شيء، وحضرناهم نفسيا انه نحن يعني ما بقى كتير ماشي الحال انه نبقى سوا. بس اكيد نحن بنبقى امهم وبيهم، بنبقى بنحبهم نفس الشيء، حبنا لهم وكل شيء. هذا الاهم. وكل شيء اكتيفيتي بنعملها معهم ما رح تتغير. خلوا لهم بيهم وخلي لهم امهم، ويضلكم اثنيناتكم معززين يا رب. أولادكم أبناء الحياة، أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة، والحياة لا تقيم في مدينة. كريستينا رح نسألك أسئلة سريعة، وهيدي أكيد ما فيها بكي، ما بتلحقي. شو رأيك؟ يلا. أوكي كريستينا صوايا وانترفيو كيف؟ كيف شايفة مستقبلك الغنائي؟ بكلمة. لا بغنية. بغنية. أوكي. أنا عم بحلم ليل نهار بالورد المليان الزرار، أنا عم بحلم ليل نهار بالورد المليان الزرار، نقطف بقى تشم ورقة نسكر بالعطر المشوار، أنا عم بحلم. كريستينا's got talent.
ثانك يو ثانك يو توت. خي قال لي شي حلو. شفتي بيحكي توت هيك وهيك. كيف معقول تكون ردة فعلك اذا عملتي حفله وما كان في حضور؟ ان شاء الله ما تصير بحياتها. ايه ماكسيموم ما بعمل حفله، ما بطلع بغني يعني، بس انه اكيد نكسه بتكون لان ما بعتقد ولا فنان فقسه فقسه كثير كبيره ونكسه انه ما بعتقد ولا بتقول انه حق على الثلج وحق على انه في عجل. ايه بصير حتحجج بغير اشياء والوضع الامني. صارت معك شي مره استاذ بحفلاتي؟ نعم. ايه نعم، في اوقات كنت اعمل حفلات ما يجي الا المنتج نعم وصاحب المطعم والجرسونيه، قال لهم اعطونا حاسبونا، يقولوا لنا لا ما في، يقولوا لهم طب طعمونا تنروح على البيت نتسهل، امنوا العشاء. كونوا طلعتوا بالعشاء. لكن طريق الفن صعب يعني، الواحد بده يمر اوقات شاق ايه يعني بده يتوقع كل شيء. اهم شيء القهوة. بس اللذه بكره لما تعمل حفله وتفول هونيك بدها تحس حالها هدوني على بكره. ايه هونيك بتكبر الخسه هيك. كيف شايفه مستقبلك العاطفي؟ العاطفي؟ ولا ما بعرف محير. شو ميشيل حايك هي عم تساليها اسئله شو بتتوقعي وشو خاصة؟ عم تضرب بالرمح. الا اذا صارت في مثلا il venait d'avoir 18 ans il était beau comme un enfant. على 18 ans ضرب عيني comme un homme. مش هالقد لحظه. لا بس ضربه. لانه في انا الاولاد كانوا بدهم يجوا معي لا هيك ما لا انا خليك ما قصدي هيك، قصدي على معنى الغنيه. حلوه كثير الغنيه لدليدا من اروع الاغاني. كفيها كفيها كفيها. اوكي il venait d'avoir 18 ans il était beau comme un enfant fort comme un homme c'était l'été évidemment et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour. Il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi. Il avait vu au cinéma le blé en herbe. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans. C'était le plus beau. طويلة. حلوة كثير بس لازم تغني أجنبي بالبقلك كثير. أنا بالأساس كنت غني أجنبي قبل الشرق. حلو طومبلا ناج إذا بتعرفي طومبلا ناج. طومبلا ناج أنت حافظها؟ لا لا نسيت، أنا لهجتي بالفرنسي شوي هيك معربة معربي شوي. كيف بتعبري عن شو حاسة هلا بلا حكي؟ مبسوطة خي نحن هيك بدنا اياكي مبسوطة. كريستين نعم شو مكتوب؟ رجل وقع بغرامك من كلمة قوليها. شو الكلمة اللي معقول توقع الرجل بغرامك؟ عيونك حلوين ليش بعدك عذابي قلبك مع مين؟ ما تخبي هيدا هو هيدا هو لعيني هيدا هو هيدا هو